الكاكس. طيب انا يعني دايما حاطين ان احنا نعمل حاجه جديده في القطاع بتاع البرنامج الاكاديمي والناس اللي فيها بلاغ التعليم التبادلي، يعني احدث حاجه في رجعنا لكم بعد الفاصل وفقرتنا دلوقتي مع الدكتور تامر العدوي رئيس قطاع الموارد البشرية للشركة المتحدة للمشروبات والأغذية سينابون مصر. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم وبالسادة المشاهدين كلهم، بنرحب بيكم. منورنا في بنات حواء. الله يخليك، ده أنتم منورين كل الدنيا. إحنا طبعا عارفين طبعا سينابون وكلنا الاسم يعني بيتدارك دايما في كل مكان. خلينا نتكلم الأول عن إزاي أنتوا قدرتوا في خلال 10 سنين بعد ما كان فرعين وممكن تكون الاسم مش متدارك قوي وفجأة بقى 38 فرع وكلنا عارفين يعني ايه سينابون. تمام. خليني الاول بس اوضح نقطة، ان احنا يعني في حاجة اسمها ركائز الادارة. ركائز الإدارة اللي هي المانجمنت بيلرز، اللي هي يعني المورد البشري، الجودة، جودة المنتج، الماليات، التسويق. دي احنا واخدينها في اعتبارنا وشغالين عليها، بس احنا بنعتبرها زي ما يكون يعني الاربع ركائز دول زي ما يكون 1000، الواحد فيهم المورد البشري والثلاثة الباقيين 3 اصفار. عشان كده احنا المورد البشري عندنا هو الواحد اللي جنبه 3 اصفار عشان ناخد الـ1000. ده اللي خلى نعمل سينابون مصر في خلال ال 10 15 سنه دول النجاح المبهر اللي حصل دوت، يعني الحمد لله بتوفيق ربنا. ان احنا اهتمامنا بالمورد البشري، المورد البشري الاساس عندنا في الشغل، بعد كده هو المورد البشري اللي احنا يعني بنستخدمه ان احنا ناهله وندربه ونعلمه ونستثمر فيه بحيث ان هو بعد كده يجيب لنا الكواليتي ويجيب لنا الماركتنج والتسويق وكل ما هو اتي بعد كده من الادارات اللي شغاله عندنا. فاحنا لو بتساليني النجاح ده على مر الزمن ده جه منين؟ اهتمامنا بالمورد البشري، ويلي برضو بعد كده دعمنا لركائز الإدارة السليمة، سواء كان من تحسين منتج، سواء كان أحدث النظريات العالمية بنشتغل عليها في الكواليتي، سواء كان بنماذج غربية قبل كده كانت نماذج أمريكية ونماذج يابانية احنا بناخدها في اعتبارنا، خاصة ان احنا براند أمريكي، فعشان كده دايما بيبقى فيه بيننا وبينهم كونتاكت وبناخد الجديد دايما وبنطبقه علينا. ولكن هي رقم واحد اهتمامنا بالعنصر البشري، يأتي بعد كده بقى الجودة والتسويق وخلافه. تمام. طبعا اكيد الجوده دي اهم حاجه في اي اغذيه او مشروبات. طيب احنا شفنا حضرتك الشركه في المنطقه التوظيفي، ايه دور الشركه في اهتمامها في دعم الشباب؟ طيب يعني بصراحه احنا لينا مبادرات لا لينا مبادرات في يعني على الصعيد دوت. يعني اكلم حضرتك، هي في يعني في موروثات يعني احنا بنشتغل عليها، يعني مش عايز اقول ان هي سلبيه بس احنا بنشتغل عليها عشان ما تتخللش الشركه، بس في موروثات يعني كفيله ان هي تنزل اي مؤسسه وتنزل دول، يعني كبرفورمانس او كاداء المؤسسه او اداء دوله حتى او مجتمع. من الموروثات دي هم يعني 3 موروثات. اول حاجه موروث احنا يعني الشركات تورثته، ان هو سيب الموظف يمشي يجي مكانه 10. ده احنا يعني نرفض تماما هذا المبدا، لا الموظف هيجي مكانه 10 بس مش 10 زيه، ما صرفتش عليهم زيه، ما دعمتوش بالليرنينج كيرف اللي هو يعني المعامل التعليم اللي انا علمته له وصرفت عليه لغايه ما وصلته للمدى ده. فاحنا بنحارب هذا الموروث، احنا ما بندعمش ان الموظف يجي، لا انا بعمل ريتنشن للموظف، انا بشتغل على الموظف عشان اخليه اكبر وقت موجود عندي. ده رقم واحد من الحاجات اللي احنا المبادرات اللي بنعملها. طب عملنا مبادره ايه عشان خاطر ان احنا نحتفظ بالموظف اكبر قدر ممكن؟ ان احنا عملنا له حد ادنى يعني كسالري كويس قوي قوي، دعمناه بالجزء المتغير، ان انا ربطت له الجزء المتغير بالاداء بتاعه، فعشان كده انا بطلع معاه على طول
وحسن من أدائه على طول. رقم ثلاثة إن أنا اشتغلت مع الموظف في برامج تدريبية لا حصر لها. بيجي لنا الموظف من أول ما يبتدي في أول شهر قبل ما بينزل يشتغل في الفروع بتاعتنا بياخد تدريبات مكثفة، وبعد كده بنتابعه بخطط تدريبية على طول. يعني كل فترة بنديله على طول تدريب، سواء كان فعلا تدريب. كنت لسه أسأل حضرتك، هل الشركة فعلا بتدي تدريبات؟ تدريبات سواء تدريبات فنية أو تدريبات إدارية أو تدريبات سوفت سكيلز اللي هي المهارية، وبنشتغل كمان على الاتيتيود بتاع الموظف إن إحنا يعني نحسن سلوكياته والكلام دوت كله. طبعا مع الموظف ومع حبه ومع الجو التيم اللي احنا شغالين بيه كاسره واحده، الموظف بيحس بالكلام ده ويرتبط بالشركه اكتر. فدي اول مبادره احنا عملناها، ان احنا بنحارب لا مش الموظف يمشي مكان 10، لا انا عايز الموظف بتاعي، انا صرفت عليه وعلمته ودربته واهلته، فانا عايزه يستمر معايا اكبر قدر ممكن. الحاجه الثانيه ان احنا عملناها لدعم الشباب في الفتره دي، ان احنا فتحنا الباب ان احنا ناخد اكبر قدر ممكن من الشباب، ان احنا عندنا عملنا لهم اكاديميه تدريب عندنا. هو بيتدرب، اللي عايز منهم يكمل وينزل سوق العمل بعد ما خد التدريب بتاعه، التدريب الفني والاداري والسلوكي، بينزل سوق العمل ويشتغل. اللي خد التدريب وخلاص يعني اكتفى بكده، لا خلاص بيبقى خده لنفسه، وبعد كده ممكن بعد كده يعني قدام بعد ما يخلص فتره الجامعه بتاعته او بعد فتره يعني من الشغل ممكن يرجع لنا تاني في اي وقت. فبالتالي انا فاتح المبادره الثانيه، عملت مبادره تدريبيه وعملنا اكاديميه ومنزلين فيها مناهج معتمده على احدث تقنيات القطاع بتاع الاغذيه والمشروبات، ومناهج معتمده وجاي لنا مناهج من بره، وعملنا مبادرات مع المعهد العالي للسياحه والفنادق بحيث ان احنا المناهج بتاعتنا يعتمدوها برضو. ونأهل وندرب الناس اللي جاي لنا على مختلف القطاعات، بنعمل لهم انترفيو في الاول، اللي بينجح في الانترفيو ومؤهل ان هو يتدرب بيخش طبعا اي كميه احنا بندربها، وبعد ما يتدرب كمان بيبقى ليه يعني دفعه كده يعني اثناء التدريب، حوافز بياخدها بعد انتهاء التدريب وياخد شهاده من عندنا. اللي عايز يكمل بعد كده بينزل فروع بتاعتنا ويشتغل، مش عايز يكمل يعني ممكن يكمل بره، بيكمل بره او ممكن يكمل عندنا بعد كده، يخلص مثلا فتره معينه وعايز يدرس بره او ياخد كورسات، يعني الموضوع مش ملوش شروط معينه يعني. في الوقت اللي هو عايزه بيجي يعمل انترفيو، ولو تنطبق عليه المعايير التوظيف بيشتغل على طول. طيب حضرتك ذكرت ان انتوا عاملين معهد خاص بيكم. هي مش معهد، هي اكاديميه تدريب خاصه. طب الاكاديميه دي انا كطالب مفروض ان انا اجي اقدم فيها ازاي؟ احنا عن طريق حاجتين. اول حاجه ان احنا الملتقيات اللي احنا بنحضرها بندي ابلكيشن للناس ويملوها وبنعرفهم الاكاديميه فين، ده اول حاجه. تاني حاجه الاسم معروف، هيك الاسم يعني سينابون معروف للناس كلها، فبيجي لنا ناس اصلا من خلال بقى التشانلز او القنوات الشرعيه للتوظيف عندنا، سواء على الويب سايت او سواء على السوشيال ميديا، فبيجوا لنا يبعتوا لنا احنا عايزين نشتغل. طيب انت في فتره تدريب الاول بتنزلها، وبعد التدريب بنبدا. انا بعد ما اخلص المؤهل بتاعي اروح الاكاديميه بتاعتكم. بالظبط. عشان بس نفهم الساده المشاهدين. تمام. ويتم تدريبهم على الشغل على طول. بالظبط. بيتم تدريبه على القطاع كاملا، مش بياخد بس الشغل بتاع سينابون بس، لا على القطاع كله، قطاع الاغذيه والمشروبات كلها. يعني ده بيبقى فيه تدريب عام وتدريب تخصصي كمان، وفي جزء من التدريب بيبقى على المهارات والسوفت سكيلز، يعني على المهارات الشخصيه والسلوكيه. طب احنا عايزين بس نقول للساده المشاهدين نعرف فروع سينابون فين في كل محافظات مصر. طبعا والله لا هي مش في كل المحافظات، هو احنا يعني شغالين نخليها في كل المحافظات، بس حاليا هي في محافظات الدلتا وفي اسكندريه، بورسعيد، القاهره والجيزه. تمام. طيب كنا حابين برضو نعرف بالنسبه ان احنا دلوقتي في فيروس كورونا وازاي الشركه قدرت تواجه الفيروس ده بالنسبه للشركه، العمال بقى والكلام ده. جميل، سؤال كنت متوقعه. جميل جدا، محتاجين نعرف. هو سؤال فعلا في محله. هي الفتره الحاليه احنا اول حاجه احنا عملنا خصوصا طبعا ان هي شركه اغذيه، فكل يعني بنات حواء وغير بنات حواء اكيد طبعا هيبقى خايفين جدا، او عايزين نعرف من حضرتك بقى. طيب احنا عملنا اربع حاجات يعني وضروري جدا احنا بنقولهم يعني يعني للقطاع كله، واحنا يعني طبعا طبقناهم على نفسنا الاول. اول حاجه اخذنا كبريكوشنز وتحذيرات وقائيه صارمه جدا جدا جدا، سواء كان في الفروع بتاعتنا او في مقر الشركه او في خلافه، اي فرع من الفروع بتاعتنا محطوط السانيتايزر او المطهر للعماله اللي عندنا. ضربنا العماله كويس قوي قوي على استخدام الجلوفز والسانيتايزر وخلافه، كل الاجراءات الوقائيه، وان هو ازاي يغير كل تلت ساعه يغير الجلوفز اللي هو لابسها. حتى كمان الجست لما بيخش او الزوار لما بيجوا يخشوا، هتلاقي حضرتك الستاف بتاع المحل او الفرع
بيقول له استخدم لو سمحت استخدم السانيتايزر طهر ايديك، فخدنا اجراءات وقائيه كل فتره بسيطه جدا بيتم تطهير الفرع بالكامل. بننفذ التعليمات اللي بتطلع من الدوله على طول على اتصال مباشر مع الصحه ومع الحي باي تعليمات بتطلع في الكيرفيو او في الاعمال الحظر اللي بتحصل احنا بننفذها على طول، وبنعلق يعني لافته كده في شكل واضح جدا ان احنا حفاظا على امنك وسلامتك احنا بنقفل الفرع بتاعنا. ولو عايز تتواصل بيبقى من خلال الدليفري بنطبق عليه جميع الاحتياطات الممكنه من السلامه والصحه الماليه. الدليفري لغايه دلوقتي يعني شغال بس في التوقيتات المسموح بيها. اول طبعا ما نمنع يعني لازم كله يتضافر مع بعضه عشان نمنع، عشان ربنا ان شاء الله يرفع عنا يعني هذا الميكروب ويخلص ان شاء الله يعني الفتره بتاعته على خير ونطبق اللي هي الفتره بتاعه الحظر ديت او الحجر الكامل دوت اللي هو فتره الاسبوعين، نعزل الناس عن بعضها فنقدر ان احنا ان شاء الله يا رب احنا نتضافر ونعدي الفتره دي والله على خير. في حاجه عايز اشير ليها برضو ان احنا لينا سواء عندنا او في اي شركه، يعني كان انا محاضر يعني وليا كمان محاضرات على اليوتيوب وبره مصر، يعني كنت استشاري في فترات كبيره جدا، فبننصح يا جماعه ان احنا خلي دايما عمليه الكاتنج كوست او ان انت تستقطع من التكاليف بتاعتك اخر حاجه تفكر فيها الموظف زي ما احنا بنعمل دلوقتي. يعني احنا مثلا مقبضين الموظفين بتوعنا كلهم النهارده نزلت المرتبات كلها، مش هنخفض عماله، العماله بتاعتنا شغاله حتى لو قعدوا في البيت وحصل حظر تجول كامل هنقعدهم في البيت بمرتباتهم، وده يعني احنا اعلناه وبنعلنه على الهواء تاني اهو وبنقول يعني خلي اصل مهما كان الجزء بتاع التكاليف الموظف ما هواش دوت هو البيج ديل قوي او ده الحاجه القويه قوي اللي تقدر توفر منها، خلي دوت اخر حاجه لما تقدر يعني تتغلب على كل المراحل، خلي دوت اخر حاجه يعني عشان الناس بتبقى متوقعه ان هي يعني فعلا بنتمنى كل الشركات يكونوا زي حضرتك يعني ربنا او شركه سينابون. طب احنا كنا محتاجين بس نعرف هل في منتجات اخرى غير سينابون في الشركه؟ احنا عندنا يعني منتجات كتيره بس كلها بالسينابون، يعني كلها بالسينابون يعني اللي هي بالقرفه، هي طبعا حضرتك عارفه ان سينابون جايه هي مشتق من كلمتين هي منتجات السينابون اللي هي القرفه والبون اللي هي العجينه بتاعتنا، هي كل حاجه عندنا بالقرفه، في عندنا بالشوكولاته بالكراميل بالبيكان بكراميل بيكان مع مختلف الاحجام بتاعتها سواء كانت الكلاسيك اللي هي كلها قرفه بس او سواء اللي داخل معاها يعني حاجات اضافيه اضافات تانية كان صوص او مكسرات او اللي هو البيكان او وخلافه، واللي عندنا احجام مختلفه من البايتس الصغير ما كله بيحب السينابون كلنا بنحب الحاجات. طب دكتور احنا كنا عايزين نرجع بس تاني كده لوجودكم في الملتقى، هل وجودكم في اماكن تانية زي الملتقى اللي احنا قابلناكم فيه؟ والله احنا ملتقى توظيفي بنحرص دايما على زي ما قلت لحضرتك احنا يعني عندنا الاهتمام بالعنصر البشري ده مهم جدا لان احنا بنعتبره اللي هو الواحد بتاع الالف، فاحنا عشان كده اي حاجه سواء كانت ملتقيات تدريبيه او كانت سواء يعني ملتقيات توظيفيه فهتلاقي لنا تواجد على طول. احنا السنه دي حضرنا 3 ملتقيات غير الملتقى اللي احنا تواجدنا فيه دوت، واحنا طبعا اي حاجه بتبقى فيها تحديث للتدريب والمناهج التدريبيه والكلام ده هتلاقينا على طول لنا تواجد فيه. تمام. طب هو الوقت ده بيبقى يعني كذا مرة في السنة ولا بيبقى مرة واحدة بس؟ لا على مدار السنة. على مدار السنة طبعا أي حاجة احنا بنشوف احنا بنعمل يعني في بداية السنة بنعمل طبعا بادجيتنج أو بنعمل ميزانية معينة لحضور الملتقيات وحضور وللتدريب والكلام ده، واحنا يعني احنا عندنا دايما بنرصد ميزانية للتوظيف وللتدريب وللملتقيات زي ما بيبقى في ميزانية للتسويق وخلافه يعني. فدي ليها ميزانية منفصلة ولازم ننفذها خلال السنة على فترات يعني. لكن بتكونوا مثلا متواجدين التوظيفات دي بتبقى ممكن أنا كطالب ممكن أروح على الشركة على طول ولا لازم يعني أروح مكان يكون فيه زي الملتقى التوظيفي ده؟ والله يعني هو طالما بلغ السن القانوني للتوظيف فعنده طريقتين، يا إما يحضر من خلال يملأ أبليكيشن الاستمارة اللي هي بتبقى موجودة في الملتقيات يملاها وإحنا هنكلمه بعديها، أو إن هو يتواصل معانا من خلال السوشيال ميديا يعني الموقع بتاعنا على الفيسبوك او الويب سايت،
في قنوات على الـ على الـ على الموقع وعلى السوشيال ميديا قنوات للتوظيف، فيخش عليها يملا ابلكيشن واحنا بنتواصل معاه او يكلمنا في التليفون. يعني احنا بنقبل كل حاجه يعني. يعني في، لكن في شباب فعلا اشتغلوا، يعني اشتغلوا من خلال الملتقيات. طبعا 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 في شباب كتير جدا بيجوا لنا ندربه ونأهلهم ونمتحنهم، وبعد ما يخلص فتره تدريبه اللي بنعمل فلتريشن طبعا ونشوف اللي ينفع فيهم واحسن ناس فيهم بينزلوا سوق العمل ويشتغلوا. وهو لسه بيدرس ولا لازم يخلص الاول برضو؟ مش شرط، طالما هو السن مناسب او السن قانوني بينزل يشتغل على طول. ممكن هو يكون بيدرس في نفس الوقت هو يعني سنه تجاوز السن القانوني للعمل، بس في نفس الوقت لسه بيدرس، فاحنا يعني بنشغله. ممكن بنعمل اللي احنا يعني توافق ما بين دراسته وبين الشغل بتاعه، يعني ممكن ما نخلهمش يتعارضوا مع بعض، نديله شيفت مثلا في غير الوقت اللي هو بينزل فيه للدراسه. تمام. فاحنا بنكونسيدر يعني الحته دي. تمام. عايزين نعرف بقى ايه التطورات في الفتره اللي جايه. التطورات ان احنا بنحاول نفتح فروع اكتر. في عندنا مطعم عملناه، يعني سلسله مطاعم بداناها بواحد اسمه بريكس، هو موجود حاليا يعني في كايرو فيستيفال دوت، يعني دايننج، يعني مطعم، يعني مش بقى بيكري كافيه او اللي هو لا، مطعم كامل فيه منيو كامله معمول على احدث انواع والطرازات المعدات وفي لا مطعم اكل فود أكل. مش المنتجات دي بس. لا جميل، مطعم جميل أكل جدا. ده مش هو هو مش تبع سينابون. لا هو تبع الشركه المالكه لسينابون اللي هي الشركه المتحده للمشروبات والاغذيه. فالمطعم دوت زي ما عملنا السلسله بتاعت سينابون، بنعمل حوالي دلوقتي سلسله تانية في المطاعم بقى اسمها بريكس ده، يعني واحنا عاملين فيه حاجه كواليتي جميله جدا جدا، يعني منافسه جدا وباسعار منافسه جدا. والاول فرع بدانا بيه في كايرو فيستيفال، على نكمل بقى التشين ان شاء الله يعني بتاعتنا. يكون في فروع تانية في ان شاء الله طبعا في وقت قصير جدا هنعمل فروع تانية وسلسله تانية، وبنحاول برضو نعمل يعني سلسله مطاعم للسمك يعني دي كلها في الخطه يعني ان شاء الله. ما شاء الله ان شاء الله في تقدم دايما يعني. ربنا يخليك يا فندم. طيب هل الشركة في شراكة بينها أو في تعاون بين شركات تانية؟ لا زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي. لا هي شركة رأس مال بتاعها كاملا مصري 100%، ما فيش أي بنوك داخلة فيه، هي مملوكة يعني الأشخاص، هي واخدين طبعا سبورت يعني من البراند من أمريكا، يعني هو بيدونا سبورت على طول سواء كان في تدريب او سواء كان في كواليتي او سواء كان في مؤتمرات او كده، لان هو البراند اصلا براند امريكي وبيتابع معنا على طول. لكن الشركه كشركه مملوكه كلها كامله لاشخاص مصريين دون دخول اي مؤسسات اخرى في راس المال الشركه. تمام. طيب دكتور احنا عايزين بقى، حضرتك ذكرت ان في تدريبات للعماله، هل برضو الموظفين نفسهم اللي هم في الشركة بيتم تدريبهم برضو على آليات معينة؟ طبعا، ما زي ما قلت لحضرتك احنا مقسمين التدريب عندنا لثلاث أنواع من التدريب. تدريب فني ده بيتم على طول، يعني فني بالنسبة للقطاع بتاع الأغذية والمشروبات وبالنسبة للشغل بتاع الخاص بينا. في تدريب إداري بيتم للمديرين كلهم ومتواصل دايما، وفي تدريب يعني اللي هو مهاري اللي هي الكورسات بتاعت اللي هي المهاريه، سواء كان اداره الوقت واداره الذات، ويعني ازاي الواحد يفهم نفسه ويعرف امكانياته عامله ازاي وازاي يطور نفسه. كل الكلام ده احنا بنشتغل عليه، لان احنا بنؤمن ان هو لما بنشتغل ونستثمر في الموظف هو ده يعني بيجي بالخير على الشركه وبيجي بالخير على الموظف. يعني الدنيا كلها والعالم كله ماشي بوين وين، يعني دايما الاثنين يطلعوا، الطرفين يطلعوا يعني كسبانين. يعني النظريه بقى والموروث اللي كنت عايز اكلمك في اول حلقه، يعني كان الموروث بتاع ان انا يعني في عداء او في تنافس بين الشركه والموظف، ده كان كلام يعني قديم. خلينا ان احنا يعني نسيبه بقى يعني نرميه ورا ظهرنا ونشتغل ان الموظف والشركه الاثنين حاجه واحده، الاثنين مصلحتهم واحده وبيمشوا هما الاثنين يعني هما الاثنين بيزقوا الاورجنايزيشن لقدام او سوق المؤسسه او الشركه لقدام الاثنين مع بعض، فمصلحتهم هم الاثنين واحده. طبعًا. احنا بنؤمن بده جدا جدا وبنشتغل عليه، بنأهل الموظف وندربه ونوظفه حتى من غير يعني بعض الشركات يجي يكتب مع الموظف ان انا طالما دربتك وكده ففي ثلاث سنين خلالهم تبقى موجود معايا ولو سبتني اخد منك فلوس تدريب. الكلام ده يعني ما بيحصلش خالص. احنا بندربه ونأهله لان احنا مؤمنين جدا ان هو لو اتدرب كويس هيدينا كواليتي كويسه، هيدينا تسويق كويس، هيدينا منتج كويس، هيدينا حتى يعني
براندنج او يعني يعني تركيز على البراند بتاعنا كويس بالنسبه يوصله للناس بصوره كويسه. لكن في تدريبات برضو على التسويق. طبعا طبعا جميع التدريبات موجوده عندنا. ما احنا عندنا بنعمل في بدايه السنه تريننج نيد اناليسز او يعني تحليل الاحتياجات التدريبيه، بنوزع الكلام دوت على الادارات وبنشوف كل ادارات احتياجاتها ايه، سواء كانت اداره ماليه، اداره تسويق، اداره مبيعات، اداره عمليات، جميع الادارات بتحط الاحتياجات بتاعتها. بعد كده بتيجي عندنا في اداره الموارد البشريه بناخد التحليل دوت ونبدا نقيمه ونشوف ايه الكورسات اللي موجوده وايه المتاحه وازاي نكستمايز او ان احنا يعني نحاول ان احنا نوفق الاحتياجات بتاعتهم دي على الكورسات ونحط ليها يعني سكادولينج او نعمل سكادولينج لجدول زمني على السنه كلها. اللي عايز كورسات اداريه ياخد، اللي عايز كورسات مهاريه ياخد، اللي عايز كورسات فنيه طبعا مستمره طول السنه عشان نقدر نحافظ على الكواليتي بتاعه المنتج ده انها تفضل زي ما هي، بل يعني نحاول ان احنا نشتغل عليها ونزودها. طيب دكتور تامر بعد اذن حضرتك نطلع نشوف تقرير ونرجع تاني. طيب اتفضلي يا فندم. شوف تاني. طبعا بعد ما شفنا شركة سينابون في الملتقى التوظيفي نحب سؤال مهم جدا لكل الناس، حابين نطمنهم ونقول لهم ازاي يتعاملوا مع الأغذية او الشركة بتقدم لهم ايه، ونطمنهم ان ما كلمة أخيرة. اوكي طيب انا فهمت حضرتك. عايز انا يعني اقول يعني احنا ايه الاجراءات اللي احنا بنعملها الاحترازيه عشان خاطر الناس تطمن. الناس كلها تطمن لان كلنا اكيد خايفين يعني ان احنا حتى نشتري الاغذيه من السوبر ماركت او من اي مكان. يعني عايزين حضرتك تطمنهم برضه. اوكي الموضوع ليه جانبين. الجانب الاولاني اولا احنا خايفين طبعا كلنا زي ما الناس خايفه بالظبط، فعشان كده احنا العبء علينا اتنين. العيب الاولاني طبعا ان احنا كناس من الشعب المصري ويهمنا ان احنا سلامتنا وسلامه الناس كمان، ده يعني الجزئين موجودين عندنا. فاحنا عشان كده احنا عاملين جميع الاجراءات الوقائيه اللي ممكن نستخدمها من اعمال تطهير للمحلات بتاعتنا للناس للتعقيم للعماله، والكلام ده بيحصل. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان احنا في الفروع عندنا يمكن الناس اللي رواد الفروع دايما يعني يشوفوا الكلام ده كويس قوي. احنا الموضوع ده بيتم، عايز اقول لحضرتك ان هو ممكن يكون يعني بدون مبالغه كل ربع ساعه اجراءات تعقيم كامله للافراد والمحل وكده. الناس اللي بتزورنا في الافرع بتاعتنا يعني يا ريت يتبعوا جميع التعليمات اللي احنا بنوصي بيها واللي احنا معلقينها في الفروع بتاعتنا. يستخدم الدسبنسر الموجود والسانيتايزر، يحط المطهر لما يجي يدي، ما يقربش قوي من الناس اللي موجوده من الستاف، يعني يخلي في مسافه بينه، المسافه اللي احنا يعني موصى بيها اللي هي زياده عن المتر. برضو يحط، احنا عاملين زي كده سبت صغير كده عشان نحط فيه الكاش وكده. فيعني الناس طبعا في الفروع بيقولوا لهم يعني، فيا ريت الناس تتبع هذا الموضوع.
نطمن الناس ان احنا طبعا بنتخذ كل اجراءات السلامه الغذائيه في الموضوع، ولو كنا بنستخدمها قبل كده يعني بنسبه 100% بنستخدمها دلوقتي 300%. تمام. عشان طبعا اللي حاصل دلوقتي. النقطه الاخيره ان احنا ربنا ان شاء الله يعني يرفع عننا هذا الوباء يعني في اقرب وقت. احنا بنتضافر، اما تبقى في تعليمات على مستوى الدوله يا ريت الناس كلها تلتزم بيها. احنا طبعا من ناحيتنا نلتزم بيها تماما، ويعني احنا بننفذ التعليمات بصرامه، لان دي احنا يعني في اشد الوقت ان احنا ننفذها كويس قوي، سواء كانت من حظر تجول لمنع اختلاط لطريقه السلام بين الناس وبعضها. كل التعليمات اللي صدرت سواء من منظمه الصحه العالميه او سواء من وزاره الصحه المصريه يا ريت نتبعها، لان الوقت ده وقت حرج جدا 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 فعلاً. عشان ربنا يسهل ونقضي على في خلال الاسبوعين اللي جايين دول ونعدي من المرحله دي. وبشكر حضرتك جدا على اللقاء الجميل دوت، وبشكر الساده المشاهدين اللي اتفرجوا علينا، ويعني اشوف حضرتك في مرات قادمه باذن الله ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك لوجودك معانا النهارده. كان معانا دكتور تامر العدوي، رئيس قطاع الموارد البشريه للشركه المتحده والمشروبات والاغذيه سينابون مصر. شكرا لكم جدا، ويا ريت كلنا نتبع التعليمات الدوله اللي بتقدمها لنا. وبشكركم جدا جدا جدا، واشوفكم في حلقه تانية ان شاء الله، ويكون يا رب ربنا يرفع عننا البلاء كلنا يا رب. و